هولوت معكم مازن من قناة توفاكت 777. اللي حوالي تقريبا اسبوعين ما نزلت ولا فيديو، كنت مشغول بموضوع كلاسن اربايت اللي هو مثل اختبارات الواحد بيعملها بضمن الاوس بيلدر. فشو مستوى اللغة لازم الواحد بده اياه لحتى يقدر يمشي بالاوس بيلدر؟ هلا بالنسبة للشغلة العملية، انت صاحب العمل او اربايت سكيفر هو ما بيطلب منك مستوى لغة، ما بيطلب منك شهادة، بقدر ما بيطلب منك انه انت تقدر تحكي بشكل كويس، طبعا بحسب الاوس بيلدوغ اللي انت ما تعمله. فانت لحتى تقدر تمشي بالاوس بيلدوغ لازم يكون مستواك جيد نوعا ما، يعني اذا بتقدر يكون واحد يوصل للبيز فاي يقدر ياخد الشهادة او يعلي مستواه لمستوى بيز فاي، هذا الشيء كتير جيد. لانه بالاوس بيلدوغ معظم مرات في عنا مواد مثل الاقتصاد مثلا، في عنا كثير مصطلحات العلاقة بالاقتصاد هي جدا صعبة، والواحد طبعا بده يحفظ لحتى ينجح بالفحص الاخير، وبده يفهم شو عم يصير معه، لانه رح يصير مع انه رح تاخد كميات كبيرة عدة مواد، وما في وقت الواحد ده الدراسي مثل ما انت هلأ معك وقت قبل ما تبلش اوس بيلدوغ. اما معنا مواد مثلا مثل الرياضيات هي تستخدم مصطلحات عامة هي نفسها بكل اللغات، او ارقام هي سهلة نوعا ما، فممكن الواحد يمشي حاله. كمان عندنا مواد مثلا مثل السياسة او البوليتيك هي كم مصطلحاتها جدا صعبة، فالواحد لازم على قليلة اساسات اللغة او الى حد البيز فاي يكون وصله ليقدر يمشي بهيك مواضيع. اكيد بالاوس بيلدوغ بس يفوت الاستاذ انت قاعد مثلك مثل الالماني يلي عم يعمل اوس بيلدوغ، فهو الاستاذ ما رح يعاملك كانت ما بتعرف لغة، رح يعامل الكل مثل بعضهم نسبيا، فهذه النقطة جدا هامة. فانت لازم ترفع مستواك كثير منيح، توصل مثلا بيز فاي، بعدين تفوت اوس بيلدوغ. خلاص انت فوت اوس بيلدوغ ما عاد بضل معك وقت للدراسة ولا تطوير اللغة بمثل قبل الاوس بيلدوغ، فهذا الشيء كتير هام. ونقطة كتير هامة كمان، الاوس بيلدوغ هو الاختبارات اللي بتعملها خلال 3 سنين هي ابدا مو هامة، بقدر ما نهم هو الفحص الاخير بعد 3 سنين. انت الفحص الاخير في الواحد يوصف فيه مرة واحدة وبعدها بتعيدها، بعد اذا ما رسبنا كمان ما بناخد الشهادة، وما في عنا خيارات انه نعيد اكثر من مرة، انه مرات كثير مثل البلدان عنا الجامعات او المعاهد. ليش؟ لانه بيعتبروا انه الشخص اذا ما نجح معناته انت ما بتستحق لهذه الشهادة، وبتكون طاروا 3 سنين، وهذا الشيء جدا سيء شيء اكيد. فبتمنى ان الكل اللي ما يفكروا يعملوا اوس بيلدوغ او اللي بدهم يبلش اوس بيلدوغ يحاولوا يشتغلوا على لغتهم بشكل كتير جيد وكتير كويس قبل ما يبلشوا الاوس بيلدوغ، لانه النظري بكره بتشوفه بالمدرسة او بيروف شولة هو اصعب بكثير من العمل اللي انت عم تعمله بالشغل، وده الشيء كثير اساسي، فلازم ننتبه عليه وعلى القليل نوصل لمستوى بيز فاي. وهيك مشاهدينا بكون خلص الفيديو تبعنا، بتمنى لكم التوفيق وبشوفكم بالفيديو القادم. تشاو.